السلام عليكم. وسع عمر ساعة مبروكة على الحباب وعواشر مباركة. بادريس بخير كل شيء مزيان. الله يحفظك سي عمر. هاني الأمور. طاير النشاط بالله. واش قالوا بادريس؟ وخويا المشاهدين الأعزاء رحنا كنخزنوا عليهم حتى حاجة. الجميلات رحنا أبرزطوني في المحل وراهم تبارك الله تهلاو ورحنا غاديين بهم السوق الشمال وغنديكم تشوفوا معنا السوق الشمال في السطاد. احنا غنطلعوا نطلع عليهم ابو ادريس. مرحبا سي عمر. الله يسهل ويجيب تيسير. مبروك على الحبايب. فين البلاصه انت دابا؟ فين البلاصه؟ انا في سيدي مسعود كاليفورنيا. الكليه طريق السلام ابو ادريس. ايوا ونمشي دابا غتمشي حتى السطاد. السطاد راه سوق الشمال اليوم، اليوم الجمعه كيعمر سوق الشمال في السطاد. واللي ما عرف السطاد راه في المملكه المغربيه. والله المعين ابو ادريس. ما جميلات كيبان ليا باقي خاوي بادريس. ما عمرش اليوم ولا كيفاش؟ عمر الجمال راه ماشي هما الخايب ياك بادريس؟ لا سوق الجمال حيت كيعمرها شويه بحال الجوطه. جوطيه دابا راه عامر هو السوق. والله هما البهيمه هما المشاهدين البهيمه شتيهم. دير الضو دير الضو بادريس. والله الا راه جمل هذاك تما كاين. هو جمل راه جمل الاخر. ولكن راه تا يطلع النهار عاد كيجيبو على الناس قراب هنايا. كاينين الكسابه ديال الجمال كاينين بلي بالجمال. الجمال عاوتاني فينا والله. كاينين الجمال موجودين. ابو ادريس الله يسهل وجبتي سير. على الحباب وعلى كل شيء وعلى اللي كاع اللي كي يطلب الخير من عند الله. الله يسهل على الجميع. الحباب الله يسهل على كل حبيب. أبا ادريس دخل السوق. تبارك الله السي حمزه. الله يبارك فيك. واش هاد الرحبه اخويا؟ رحبه الجمال هذه يا خويا. والله يسهل وجبتي سير اخويا. يلا وصلتوا اخويا. يلا وصلنا. والله يسهل وجبتي سير. دخلنا اليوم خالتي. كاين المليحه اخويا. اخويا شنو البادره قدام. تبارك الله. خويا راه مولاه مرا مولاه. باب ادريس هاك هاك حمزه هاك خويا ادريس عطاو 350 في هذا المال. السلعه الجمال هات ضاربه لك على الشعير البلدي يا المعلم. ما الا ضاربه الشعير البلدي بالله.
انا هو طويجين مع دريس طويجين ما كاين كاع بحاله ثم كنجيو عندكم مره في العام صاحبي نتوما ديروا معنا مزيان خلينا نبقاو شادين لكم الجنيه ها هذا كيدير ابويا كلشي مزيان كلشي مزيان الله يحفظك كيدير السوق اليوم الله يلا بخير تبارك الله الله يسهل وجبتي سير خاصك شي ناقة خويا شي مكر كوا خير موجود قول لي هاي هاي جات واش الحليب تبارك الله عطينا 360 اوكي جاك السوق ديال اليوم زيد تبارك الله تبارك الله الله يسهل وجبتي او خالد واخو شحال باقي الناس ها ايوا شي سي حمزه السوق كيدير ديال جمال عمرك جيتي هنا اخا ايوا هادشي داك خورا كاين على السناسر كيطربطو بالسناسر والشار الشار الشار ديالو معنا لا يمشي يمشي يتقاد لا ساهل مولفي يتقاد بوحدو كلشي خلع خلع حمزه خلع هذا باعو بادريس الله يسهل على مولاه تبارك الله اللهم بارك شي قلت لك راه كيتقاد ها هو مشى ها هو مشى بوحد راه مو هذه حنينه مسكينه هذا عطاو بادريس فيها 330 الف ريال على 16 الف درهم و 500 ايوا هذه هي الرحبه كما كتشوف ترسمان اترسي عندك ابو ادريس هادشي راه واعر ترسمان انت شكي الله الا جيب باقي عتني ها هادشي مليح تبارك الله ابو ادريس ايوا هادشي راه ديال الدربار ابو كان صديقنا الله يرحمه مسكين محمد والله يرحم جميع الموتى المسلمين يقول يا ولد عمي مسكين الله يرحمه هذه يا سلعته يا هذه سلعته الدربار يو كان قولي باقي سنة الحلم ها؟ كان باقي سنة الحلم تا سنة الحلم ايوا شو هذا؟ بابا على راسي الحلم هدايا هدايا هذا تقريبا شحال يكون واصل الثمن ديالو بدري؟ وفايت جوج اونص هذا غيكون تقريبا نقول شي ثلاثة الملايين باش يتقام ولا ما بين جوج اونص ما بين جوج اونص وثلاثة يا والله يسهل هذا هو الحساب تقريبا شحال تكون فيها بدريس تقريبا ديال الحمد شحال يدير ميزان هذا يدير 550 هذا شي الحاطه 550 كيلو تبارك الله ولكن راه كاين واحد القضيه سي عمر اما هي بدريس الدروه ديالو راه كدير ثمن ياك بدريس راه كدير شي 20 افراك باش كتبيع هاد الكيل 30 درهم 300 درهم هاد الدروه هادي كل من هنا كتكون عند الدروه هادي كلها كتباع بوحدها صافي ابو ادريس بعتي هادي انا بعت الله يسهل على مولاه الله يسهل على الجميع ماشي هو هذا ديالك الاخرين اللي شفناه هذا يا ولي راه هما راه زراول زراولات زراول هادي يا ولي زراول المعلم زراول ابو ادريس طريق السلامة طريق السلامة للجميع ان شاء الله ابو ادريس واحد القضية الله يجيب الغيث الله يجيب الشتاء هي غادي يكون الخير ان شاء الله الله يجيب غيث ابو ادريس والله ما غادي يكون الا الخير ان شاء الله وغادي تصاوب الوقت وغادي يكون كلشي يكون مزيان واش يصطاد سبحان الله العظيم ما انت ايوا العمار الله والخلاي الله لا اله الا الله محمد ابو ادريس غنودعوك اي ساعه سعيده الله المعين شريف تحياتي الله يبارك الله يسهل وجبتي سير امين الله يعاونك